تأتي مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية انطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي والديني، حيث إن أول مبادئ المواطنة هي المشاركة سياسيا في كل الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت على مستوى المجالس المحلية أو النيابية أو الرئاسية. فمشاركة الشباب تعمل على ترسيخ مبدأ الديمقراطية في الاختيار، ولكل فرد حرية اختيار المرشح الذي يراه مناسبا لرئاسة مصر. عزوفهم عن المشاركة في الحياة السياسية الذي منعهم لسنوات طوال من الحرص على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية أو المشاركة في أي استحقاق دستوري تبدل تماما واتخذ صورة مغايرة خلال السنوات الأخيرة من عمر الوطن. أصبح الشباب من الجنسين أكثر حرصا على المشاركة في الانتخابات المختلفة التي جرت لاستكمال مؤسسات الدولة، مجلس الشيوخ والنواب وانتخابات رئاسة الجمهورية. سبقهم انتخابات الموافقة على دستور البلاد. أمام اللجان الانتخابية امتدت صفوفهم لعشرات الأمتار، يزينون بحيوية وجودهم مقار الانتخابات، يدفعهم على المشاركة الأمل في بناء المستقبل وتنمية دولتهم، الأمل الذي تشكل بقوة نتيجة الحراك السياسي الذي شهده المجتمع خلال العقد الأخير ونيف. في كل المحافظات ظهر بقوة توافد الشباب على اللجان الانتخابية. لم تختلف حجم المشاركة في الريف عن الحضر أو في الأحياء الشعبية عن غيرها. المشاركة في الإدلاء بأصواتهم دائما ما تترافق بمشاعر البهجة والسرور، مبعثها الشعور بأن الصوت الانتخابي له وزن وأنه مؤثر وفارق. فمحى ذلك تهميش شعر به الشباب وغيرهم لعقود طوال، وليثبتوا للعالم أجمع ما تحقق على أرض وطنهم من تغيرات إيجابية وما حصلوا عليه من حقوق. وتجيء الانتخابات الرئاسية التي تجري رحاها حاليا في مصر فرصة جديدة لشبابنا ليثبتوا فيها حرصهم على التغيير، تغيير الوطن للأفضل، تغيير الظروف للأحسن، وتغيير الحاضر ليكون المستقبل أكثر إشراقا، يحتل فيه الوطن مكانة متقدمة يستحقها بين شعوب العالم. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.